تظاهرات القدس التي تحولت إلى معركة بين القوى الأمنية والمتظاهرين لم يسلم منها الإعلاميون الذين تعرض معظمهم للتهديد والاعتداءات بالرصاص المطاطي والتعنيف من قبل بعض عناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي. الزمير أنور عمرو في الأفبي أطلق الرصاص عليه على بعد 3 أمتار فقط من قبل أحد العناصر فأصيب تحت قلبه وفي ساقه ونجا بأعجوبة. تتحفظ الوكالة الفرنسية عن الإدلاء بأي تصريح حتى اكتمال التحقيق الخاص لديها. أما الزميل ربيع شنطف في قناة المستقبل فكان له حصة من التعنيف. إذن يعني هناك إصرار بإطفاء الكاميرا من قبل أحد، ولكن مش طبيعي اللي صار. احد الاشخاص ما بعرف الرتبه تبعيته من مكافحه الشغب اجى عم بيقول طفوا الكاميرا، كان معه عدد كثير كبير من العناصر، في كثير عناصر استهجنت على الطريقه اللي انحكى فيها، قال طفي الكاميرا، قال له للمصور اللي معي، المصور اللي معي برم الكاميرا دغري لانه كنت انا موجود على الهواء، فبرمت انا بس بعد ما بدنا نحكي يعني بعد ما قررنا اذا حنطفي ولا ما حنطفي، دغري هجم شتائم للذات الالهيه، شتائم لنا، وانا صراحه يعني كنت حامل الميكرو بايدي اليمين، فتلي ايدي ووقع الميكرو من ايدي، كنت بعدني يعني انا ما عم بفهم شو عم بيصير ونحن على الهواء، يعني هذا الشيء أدانوا لأله. لم تتقدم إدارة قناة المستقبل أو شنتف بأي شكوى قضائية حتى الآن. طرد القضاء يتحرك تلقائيا يعني بهذا الإطار، طبعا المسالك الأمنية إلى خصوصية صحافي خط أحمر، وأنه بقية الصحفيين يعني لازم يقوموا بدورهم على أكمل وجه، ونحن مش مكسر عصا لحدا مع احترامنا لكل العالم. كذلك تعنف الزميل المصور مروان طحطح بعد محاولة منعه من أداء عمله. بالاتصال بشعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي تبين أنه لم يفتح أي تحقيق في الاعتداءات التي نفذت بالجملة على الجسم الإعلامي حتى الآن، في حين تم التأكيد أنه إذا تبين أن هناك أي خطأ من أي عنصر فسيتم التحقيق معه، ولكن ليس هناك أي استهداف لأي طاقم إعلامي. ما تقدم تحقيق نضعه في عهدتكم لعلكم تبدأون من حيث انتهينا. يمنى فواز، قناة الجديد.